طبيعي من المادة 10 على مهلة زمنية محددة، إنما الست أشهر بالفقرة الثانية من المادة 10 تنص على الست أشهر إنه لما يكتشفوا. بس بتقول المادة 101 من الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية إنه التقرير النهائي والتقارير المتعلقة بالأعمال التوصيفية المنفذة بعد الحفر والأنشطة الأخرى المتعلقة بالأبار على صاحب الحق أن يقدم إلى الوزير مع نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول تقرير نهائي جيولوجي والتقني حول المكمن فيما يتعلق بكل بئر أو مجرى بئر، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر بعد اكتمال كل عملية حفر أو نشاط مرتبط ببئر. بالتالي مثل ما ذكرتي هيدا الشيء ممكن تتحجج فيه توتال، هي يعني المصادر وزارة الطاقة وهيئة قطاع البترول تؤكد أنه توتال مطلعة على هذا المرسوم. اطلاع على المرسوم شيء وتوقيع على اتفاق شيء تاني. هلا انا بفهم انه عندك القانون هو بيجي بالاول، وورا القانون اهميه بيجي المراسيم التنظيميه وبعدين التعاقد او العقد اللي بيكون ممضي بين الشركات والحكومه. ولكن انه اليوم فاذا عندنا مشكله تانية اذا هيدا هو الوضع، انه بغض النظر عن شو بتطلع الشركات، انه في اليوم عندك عقد منه مطابق للمراسيم التنظيمية، وبالتالي أنا مني محامية أو دستورية تعرف أنه شو بينعمل بهذه الحالة. هل حدا بيلجأ للمحاكم الموجودة بلبنان تيقول أنه في مشكلة بين العقد وبين المراسيم التنظيمية وبالتالي أنه فينا نطعن بالعقد؟ هدول بتصير أمور تانية. ولكن اليوم اللي عم بيصير أنه الحكومة اللبنانية عم تعتمد على المراسيم التنظيمية اللي بتذكر الست أشهر، والشركة عندها العقد اللي ما بيلزمها بالست أشهر بالحالة اللي نحن هون فيها. طيب. ولكن أنا أعتقد أستاذة حليمة أنه الموضوع أبعد من قصة التقرير. طبعا أنت ذكرت أهمية التقرير، أكيد التقرير مهم، وبالتقرير بيكون فيه كل يعني كل الخلاصة العمل اللي صار بقلب يعني وقت الحفر. نعم. وطبعا بالبير، ونحن كمان نعرف انه مفروض تكون كانت الشركة انه تطلع الحكومة عبر هيئة إدارة قطاع البترول لحظة بلحظة بالتفاصيل اللي كانت عم بتصير بالحفر، وأساسا قبل ما يعملوا الحفر كمان كان مفروض يكونوا يعني عاطين كل المعلومات للحكومة اللبنانية. وبالتالي الحكومة اللبنانية حسب كمان العقد اللي موجود اللي ممضي انه لازم تكون مواكبة لأعمال الحفر لحظة بلحظتها. ولكن وأهمية أنه يحصلوا بعدين على النتيجة النهائية مع التحاليل لا يبنوا عليها مثل ما صار ببلوك 4. ولكن أنا أعتقد اليوم المشكلة هي صارت أعمق من قصة التقرير، في مشكلة ثقة بين الشركات التي تعمل في لبنان وبين الحكومة اللبنانية. وأنت مثل ما بتعرفي بالبلوك 4 كمان وقتها صار في حفر طلع حديث كتير على أنه توتال لقت غاز، ولكن لأسباب نجهلها نحن أنه قالت أنه ما في. ولكن وقتها وصل رجع التقرير عند هيئة إدارة قطاع البترول، راجعت هيئة إدارة قطاع البترول التقرير ورجعت قالت أنه نحن عملنا ما يلزم من قبلنا ونحن موافقين على التقرير اللي طلع على البلوك 4. وبالتالي هذا كان مفروض ينهي موضوع انه لا لقوا غاز بالبلوك 4 ورجعوا سكروا. ولكن تعرفي انه بلبنان صار ضل في حديث على هذا الموضوع ولما صار في اي تحقيق رسمي بالموضوع، ان كان على من جهه خاصه على البرلمان. اليوم رجعنا على ذات المشكله، رجعنا انه بلوك 9 كمان رجع صار في حفر، وكمان اليوم في تشكيك بعمل الشركه، وبالتالي مشكله الثقه صارت كثير كبيره. بس اليوم الشركه يعني غير الثقه، الشركه ما عم بترد. يعني بحسب المعلومات انه من يوم أي يوم لا تقريبا أو كل يومين هيئة قطاع البترول بترسل إيميلات إلى شركة توتال، شركة توتال تتجاهل هذه الرسائل والبريد الإلكتروني. الوزير أرسل قبل ما توصل المهلة ل 12 شهر أو ل 15 شهر كحد أقصى، أرسل رسالة ذكر فيها توتال بأنه يجب أن تسلم التقرير، ما ردوا على الرسالة. بعد انقضاء المهلة أرسل رسالة أخرى وزير الطاقة وأيضا لم تجب توتال. هذا الصمت من قبل توتال كيف بتشوفيه؟ لا اختم مع حضرتك، يعني كيف تقري هذا الصمت اللي عم تقوم فيه توتال؟
يعني هو مش مفروض يكون في صمت، يعني مفروض انه الشركة عندها عقد مع الدولة اللبنانية وعليها ان تلتزم بالعقد، والعقد بيقول انه لازم تسلم التقرير عند انتهائه. هلا ليه هي صامتة؟ مشكلة كبيرة، وعليها ان الحكومة على اعلى السلطات انه